أستقبل معي أيضا في هذه النشرة محمد الشيباني، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة. سيد الشيباني، رحب بك معي في هذه النشرة. مرحبا بك أستاذي وبضيفك الكريم. حياك الله. هذا الموقع الذي تعرض للقصف هو موقع معروف حتى لدى المفوضية التابعة للأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين، وأيضا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بملف الهجرة. هل زاروا هذا الموقع بعد تعرضه للقصف؟ وهل اشتكوا في فترة سابقة من زيارتهم أن هذا المقر يتعرض فيه المهاجرون للإساءة أو استخدامهم كمرتزقة في الحروب؟ أطلعني عن آراء هذه المنظمات التي كانت تزور هذا الموقع. في البداية نشكرك أستاذي، لكن نعتبر مركز إيواء تجورة يتبع فرع تجورة. مركز إيواء تجورة يتبع الدولة الليبية، ومن المراكز المعول عليهم أن يكون مركز من المراكز النموذجية باعتباره يقع في منطقة مفتوحة وشاسعة وبعيدة عن السكان. نحن كنا نعول على هذا المركز. المركز الحقيقة شهد العديد من الزيارات من المجتمع الدولي، من سفراء ومن منظمات، سواء كانت المفوضية الثانية لشؤون اللاجئين أو الأمم المتحدة أو نائبة السيد غسان سلامة لشؤون الإنسانية السيدة ماريا والسفراء كذلك. في الفترة الأخيرة منكم قبل يومين من هذه الحادثة أو ثلاث كان السيد سفير الإيطالي متواجد في ذلك المركز. المركز من المراكز اللي كيف نقول لك، يعني من المراكز الجيدة والتي نحن كنا كدولة نعول عليها أن يصبح من المراكز الأساسية مركزية لوجود منطقة مفتوحة داخل هذا المركز. بالنسبة للمنظمات والمفوضية السامية وكيفية الرد على هذا الاعتداء، نحن ننتظر في بيان الحقيقة من جنيف مشترك بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذلك لأويم بخصوص هذا الاعتداء اللي وقع على المهاجرين داخل هذا المركز. المهاجرين نحن كنا نعول على تحسين الظروف داخل المراكز والإيواءات والعمل على تحسين السكن وتحسين كذا، ولكن نتفاجأ بأن تكون هناك ضربات جوية وتعتبر إبادة في حق هؤلاء البشر اللي موجودين. هؤلاء بشر من حقهم العيش ومن حقهم الحياة. الهجرة كما تعلم الهجرة موجودة في العالم، كل المخلوقات اللي موجودة تهاجر، الطيور تهاجر، الأسماك تهاجر، البشر يهاجر ويهاجرون من سوء المعيشة ومن سوء الظروف اللي موجودين. وساء القدر أن نكون نحن كدولة ليبية بلد عبور لهؤلاء المهاجرين. طيب سيد الشيباني، يعني حتى على صعيد المراكز التي كانت فيها خروقات، قمتم في وقت سابق بإصدار قرار بإغلاق حوالي 3 مراكز لإيواء المهاجرين، من بينها مركز الإيواء في مدينة زليتن. يعني ربما سمعة الجهاز ليست بتلك التي يمكن اتهامها بإساءة، يعني إساءة معاملة هؤلاء المهاجرين أو استخدامهم في أطر غير إنسانية أو غير أخلاقية. طبعا نحن أستاذي ديننا وأخلاق ثانية لا تسمح لنا المساس بالبشر كما يتحدثون الجميع والإعلام والأبواق الزائدة على الوحدة. نحن من الدعاة أن يعيش الإنسان بكرامة في هذه الحياة. نحن قفلنا العديد من مراكز الإيواء التي كانت ممكن فيها بعض التجاوزات، ولكن التجاوزات الموجودة لو إن وجدت في مراكز الإيواء يعني تجد في ضيق السكن، تجد في ضيق المعيشة، في ضيق الظروف هذه. لكن القنوات والصحف الإعلامية هي اللي تؤجج في موقف الإعلام وتؤثر على الدولة الليبية. نحن بدورنا كوزارة الداخلية أصدرنا قرار بفصل النساء والأطفال على المهاجرين التانيين لإنشاء مركز إيواء يسمى مركز نساء وأطفال مختص بالنساء والأطفال. نعم. أصدرنا قرار للمستضعفين أن يكون مركز إيواء خاص بالمستضعفين، أي ما يقارب عن السن 70 وما فوق يكون المركز خاص بهم، يكون مركز لائق بهم صحيا. يعني احنا كدولة بادرنا بمجهودات كبيرة
تحسين ظروف المهاجرين، ونحن الدولة ليس لدينا عبء، هذا يعتبر شركائنا الاتحاد الأوروبي، كل اللي موجودين جل اللي موجودين وأغلبهم اللي موجودين داخل مراكز الإيواء راه ليس المقصد الأساسي اللي هي ليبيا، المقصد هي دول أوروبا. المقصد اللي يريد قصد ليبيا موجود في ليبيا، يشتغل في ليبيا حتى بدون إجراءات رسمية، يعني بدون أن نخفي على أحد الموجودات. يعني نحن تأثرنا كثيرا من الإعلام، وحقيقة الإعلام يستمع للمهاجرين اللي يتم ترحيلهم أو نقلهم، هؤلاء هم يريدوا البقاء في أوروبا فيصطنعوا الأكاذيب ويصطنعوا الحديث. في ليبيا يوجد ما يقارب 75 ألف عامل خارج مراكز الإيواء ويشتغلوا وجلهم بدون إجراءات وبدون هذه محاسن الدولة. لما لا تذكر محاسن الدولة ما نفعل من ما خرج، تذكر بعض السيئات إن وجدت. طيب. نعم سيد الوكيل، أود أن أسألك يعني إذا تبينتم حتى اللحظة من جنسيات الضحايا، ولو تكرمت أن تطلعنا عليها. الخارجية فقط تكلمت عن أن هناك تونسي ومغربي من بين الضحايا، لكن نريد تفصيل أكثر عن جنسيات من سقطوا ضحية هذه الجريمة النكراء. حسب الإحصائيات اللي احنا كان العنبر المستهدف، العنبر اللي استهدف هو عنبر رقم 3 في مركز اللواء. حسب الإحصائيات اللي موجودة توجد فيه جنسيات ممكن 3 من مغرب، مصر، الجزائر، وكذلك مصر، الصومال، بنغلاديش، نيجيريا، النيجر، العديد من الجنسيات. يعني هو كان يتواجد فيه ما يقارب 126 مهاجر. نعم أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، كنت معي عبر الهاتف.